والآن إلى الزميلة ميس الحربي التي ستستعرض نداءات الأطباء عبر الحدث عن حال الكوادر في هذا القطاع الطبي الهام. أهلا وسهلا إنجي. طبعا بوجوه متعبة تحمل أثر الكمامات وكدماتها وبأجساد أنهكتها ساعات العمل الطويلة وبموارد شحيحة، يقاتل كل أفراد القطاع الطبي على الخطوط الأمامية لوقف تفشي فيروس كورونا. تتشابه الأوضاع في المستشفيات حول دول العالم وحال العاملين فيها، بات الشغل الشاغل بين أفراده. وعن حال الأطباء وثق مشهد مؤثر للمذيعة التركية بوكيت جولير مذيعة قناة سي إن إن ترك، عندما بكى الطبيب مصطفى تامور في لقاء معها وهو يتحدث عن إصابة زملائه من الطواقم الطبية بالفيروس. نشاهد. Ama siz gözyaşlarınızı tutamayınca ben de tutamadım. Elimi de yüzüme götüremediğim için gözyaşımı silemiyorum. Biraz Dicle'ye bırakabilir miyim sözü? Götüremediğim için gözyaşımı silemiyorum. Biraz Dicle'ye bırakabilir miyim sözü? أيضا الدكتورة العمانية في المستشفى السلطاني التي أعلنت عن إصابتها بالفيروس سراي الرواس أكدت قبل قليل الحدث أن النتيجة عادت وأتت سلبية، إلا أنها رجت العمانيين في فيديوهات مصورة بمحاولة المحافظة على الكوادر الطبية والقطاع الطبي من الانهيار. نشاهد. ما في أي حد قدر أنه يمنع انتشار الفيروس بشكل كامل، لكن على الأقل إذا الخريطة قدرنا نمنع انتشار الحالات بشكل حاد وقدرنا نخفف سرعة انتشار الحالات، هذا يعطي مجال، يعطي القطاع الصحي العماني فرصة أنه يقدر يتعامل مع هذه الحالات. فأرجوكم هذه مسؤولية وطنية، مسؤولية أخلاقية. الله يخليكم، الله يخليكم، ما نكون أنانيين. الحين التكاتف الوطني هو أنه نتباعد عن بعض، فأرجوكم إلزموا التباعد الاجتماعي. أيضا هنا الدكتور عادل الحربي من الرياض تضامن مع زملاء المهنة برسالة خصصها لقناة الحدث. نتابع. نحن نسمع للأسف كل يوم أخبار تأتينا من العالم في تلك الدول التي أصابها الفيروس بشكل قوي، أخبار للأسف حزينة لبعض الأطقم الطبية التي تأثرت، والأطباء والممرضين والفنيين الذين فقدوا أرواحهم في مواجهة هذا العدو العنيف. نحن بإرادتنا وبقوتنا وبعد الله سبحانه وتعالى سوف نتغلب على هذا الفيروس قريبا، ولكن نحتاج من الجميع التعاون، أن يكون المجتمع كله سد منيع في مواجهة هذا العدو. هي ليست فقط قطاعات صحية أو أطقم طبية، بل الجميع لابد أن يلتزم بالأنظمة التي تفرضها الدول. أيضا الدكتور عباس الطاعان من العراق والذي يمارس مهنته في الفترة الحالية من فندق قصر الفارابي، وهو مكان مخصص في بغداد لحجر الملامسين لحالات الإصابة بكورونا. نتابع مناشدته. اليوم بدنا نسوي المستحيل من أجل معالجتكم، من أجل إنقاذ حياتكم، ولكن ماخذين خطر كلش كبير. اليوم ممكن أني أكون حامل للمرض، ممكن احتمال أنقل لوالدتي اللي هي عمرها 60 سنة ومريضة بالقلب، وممكن ما راح تنجو لا سامح الله إذا أصيبت. هذا كله من أجل أن أعالجك. كثير من كوادرنا الطبية والتمريضية احتمال أن تكون اليوم معرضة للإصابة، وهنالك من أنصابه أثناء تقديمهم الخدمة العلاجية. فرجاء التزم بقوانين الحظر بدولتك، لا تطلع، ابقى ببيتك. ولهذه الكوادر والقطاع كافة قررت السلطات الفرنسية إدراج تحية على واجهة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس يومياً من الساعة 8 حتى 11 ليلاً. نتابع. Thank you.
طبعا مشاهدينا، هذه كانت رسالتنا. نحن فريق الحدث للأطباء حول العالم، كل ما يمكننا فعله للتضامن معهم هو بقاؤنا في المنزل. يعطيك ألف عافية أنجي. نتمنى السلامة لكل من يعملون في الطواقم، من الطواقم الطبية. إن شاء الله يا رب. والبقاء في المنزل هو الوسيلة الوحيدة لمساعدتهم. شكرا لك ميسر. أهلا وسهلا.